يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا ترى في حد يقدر يقول لي الآية دي في أي سفر في كتاب مقدس؟ يا ترى في العهد القديم ولا في العهد الجديد؟ في أسفار موسى الخمسة ولا في الأناجيل؟ طب هسهلها عليكم وأقول لكم معناها، يمكن تقدروا تفتكروا هي فين بالظبط. بالبلدي كده، يا ناس أنتم المحتاجين لربنا، لكن ربنا مش محتاج لكم، هو في غنى عنكم. افتكرتوها؟ الآية دي هي آية رقم 15 من سورة فاطر في القرآن، مش في الكتاب المقدس. هتقولوا لي طب واحنا مالنا؟ هقول لكم اننا قمنا بصياغه الايه القرانيه دي في مقوله مشهوره جدا وللاسف بنعلمها في كنايسنا: انت تحتاج الى ربوبيته وهو لا يحتاج الى عبوديتك. مين ده؟ ربنا. عشان كده قال المسيح: يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، واما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. وصايا الناس مش بس أبعد ما يكون عن تعليم الكتاب المقدس، لكنها بتطعن فيه من أول سفر لآخر سفر. إزاي؟ أول سفر وسفر التكوين مكتوب: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيرا. مع أن ربنا أحضر لآدم كل الحيوانات عشان يدعوها كلها بأسماء، لكن كل ده ما شبعش آدم. أمال إيه اللي شبعه؟ لما ربنا خلق له حواء، ساعتها آدم قال: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ونفاجأ بالروح القدس في العهد الجديد يقول لنا: لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. أعضاء جسم مين؟ المسيح. ونلاقيه كرر نفس الآية المكتوبة عن آدم وحواء في سفر التكوين ويقول: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. وهنا يفجر الروح القدس المفاجأة الكبرى ويقول: هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. فإذا كنا أعضاء جسم المسيح من لحمه ومن عظام، والمسيح هو رأسنا زي ما بولس قال: لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. فإزاي ممكن يكون المسيح رأس من غير جسد؟ إزاي الرأس ما يحتاجش الجسد، وأن الجسد بس هو اللي محتاج للرأس؟ تبقى شكلها إيه العلاقة الزوجية دي اللي فيها الراجل طول النهار بيقول لمراته: أنا في غنى عنك، أنا مش محتاج لك، لكن أنت اللي محتاجالي وما تقدريش تعيش من غيري. لكن نفاجأ إن الكتاب المقدس ما اكتفاش بكل ده، لكن نلاقيه يكشف لنا عن حقيقة رهيبة جدا في علاقتنا بالمسيح، ويقول إن الآب جعل المسيح رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. تخيلوا، إحنا ملء المسيح اللي بيملانا، فهل ممكن المسيح ما يحتاجش لملئه؟ وأخيراً، آخر سفر في الكتاب المقدس سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي، اللي جاله ملاك يقول له: هلما فأريك العروس امرأة الخروف. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. يعني إحنا جسد المسيح، إحنا ملء المسيح، إحنا عروس المسيح. وبعد كل ده نقول إن الله مش محتاج لنا؟ اوعى تكون بتعلم وصايا الناس وإنت مش دريان يعني.